أهلا بكم مشاهدي بلقيس أينما كنتم إلى حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان، هذا البرنامج الذي يتلمس أوجاع الناس ومتاعبهم، يحاول أن يفتح باب للضوء للوصول إلى حيث الإنسان. في كل حلقة قصة، وكل قصة تحكي تجربة إنسانية تستحق المتابعة. نسعى لأن نكون حيث الإنسان، فهل نصل؟ هذا ما نرجوه. مشاهدينا، في حلقتنا هذا المساء سنعيش تجربة إنسانية جديدة من قصص هذا البرنامج، لكن قبل ذلك دعونا نستعرض أسماء الفائزين معنا بسؤال الحلقة التاسعة، وهم الفائز الأول وهيبة عبد النعمان محمد من تعز، والفائز الثاني سهام محمد أحمد محسن من صنعاء، والفائز الثالث إلياس عبد الحافظ نصر عبد الرحمن من محافظة تعز. إذن مشاهدينا، ثلاث جوائز يومية بانتظار الفائزين معنا في برنامج حيث الإنسان، ومقدار كل جائزة 100,000 ريال يمني. أذكر بأن المشاركة في المسابقة لا تتطلب أكثر من إرسال رسالة من خلال الواتساب برقم الإجابة الصحيحة، وطبعا المشاركة مجانية معنا في هذا البرنامج. وأنوه أيضا إلى أن وقت المشاركة لاستقبال إجاباتكم يستمر يوميا حتى 5 من مساء اليوم التالي. مشاهدينا الكرام، أكرر بكم الترحيب في هذه الحلقة من برنامج حيث الإنسان. قصة اليوم ستأخذنا إلى رحلة صيد بحرية على خليج عدن. ساهم برنامج حيث الإنسان في كتابة قصة 3 صيادين شبان وتمكينهم من مزاولة عملهم. نتابع القصة لمعرفة تفاصيل أكثر وحتى تتمكنوا من الإجابة على سؤال الحلقة. قيل إن السواقية كلها تنتهي إلى البحر إلا اليمن، فبلد تنتهي البحار إليه. من البحر الأحمر غرباً إلى خليج عدن والبحر العربي جنوباً وشرقاً، ومن ورائهما محيط يمتد بلا انتهاء. إنه بلد الماء. 3 شبان امتهنوا حرفة الصيد، تارة يجاردون مزاجه المتقلب وأخرى يراقصونه، تارة يبخل وتارة يكون أكثر كرماً. إنه البحر، موسيقى الماء وعرشه الخالد. إنها مهنة عمادها الصبر وقوتها الأمل. هو ذا البحر واسع ورحب، وهم شباب يحلمون، يحدوهم الأمل بالرزق بعد أن توفرت لهم إمكانيات الصيد وأدواته، لكنه حلم مشبوب بقصة لم تنتهي بعد، بل بدأت للتو. لنعد إلى البداية. إذن كانت معطلة هنا، يعني كانت تمام بالبداية تشغل، بعدين تعطلت علينا. اندقت هي بالهواري بالرحق، شبالة اندقت بالهواري، انكسر علينا قسم السمكة مع الريشة مع الماكينة، راحت علينا. لا ما شي إمكانية، أنا تكسرت. التوضيب لو كان توضيب كان ممكن نوضبه، لكن هذه تكسرت علينا كسر. والله في اشياء لما دمرت على الرياح وكذا، طبعا كانت الحاجات اللي نحن نستخدمها في البحر في القارب نفسه، فمع الرياح تعبت الماكينه والبوت كمان، القارب كمان تضرر يعني البوت وكذا، فراحت علينا اشياء في البحر وكذا، اللي يعني مشاغف جباب اوتار ومشاغف والجهاز كمان راح علينا المقلان، وراحت علينا سامان ما بيش يعني. باسل ومحمد واليسع. بعد أن حطم إعصار تشابلا محرك زورقهم، وقفوا كغيرهم من ممتهني حرفة صيد الأسماك
أمام ارتفاع أسعار أدوات الصيد ومحركات الزوارق. تشابالا، الإعصار الذي ضرب سواحل اليمن الشرقية الجنوبية ووصل تأثيره إلى خليج عدن وتسبب بغرق شاب وتضرر أكثر من 50 قارب صيد. أثر ذلك بصورة بالغة على مصادر رزق مئات الأسر التي تعتمد على حرفة الصيد. سنحت الفرصة لحيث الإنسان في التدخل لمساعدتهم. نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان، أن نجعل ما يحدث كان. ساهم في رسم حلم طالما راودهم منذ أكثر من سنتين باستمرارهم في الإبحار والصيد. تمكن فريق برنامج حيث الإنسان من توفير محرك جديد لزورقهم، كانت مساهمة يسيرة لتغيير واقعهم. إلى جانب المحرك، تم شراء أدوات الصيد والإبحار لترتيب وضع البحارة الثلاثة وتحسين علاقتهم بالبحر. قطرة خير قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل لليل ضمير، قد تبقي فينا وضعت الماكينة الجديدة على الزورق القديم وتهيأت لهم فرصة الإبحار وطلب الرزق، وعلى خد المياه سار زورقهم. الدعم اللي وصلنا احنا كفى حاجات كثير، بس يعني في نواقص كده شوية سبقت، اللي هي مثلا سخاوي، حبال، الماجلان اللي راح على احنا، وحاجات كده يعني خفيفة، بس الحمد لله يعني كفوا بالدعم، يعني أخذ نسبة كبيرة من الحاجات اللي فقدناها. اليسع أحد شباب مقاومة عدن ممن حملوا البندقية في وجه الميليشيا، وحين انتهت المعركة عاد إلى البحر. معركة جديدة يخوضها، لكنها من أجل الرزق. يتوقون إلى البحر ليجالدوا أمواجه، لكن الحياة هنا ممتدة على آفاقها ورحابتها رغم المكابدة والعناء. هنا تنتصب قلعة سيرة كحارس أبدي لواحد من أقدم الموانئ التي عرفها التاريخ. صيد الأسماك من أهم الموارد الغذائية في اليمن، خصوصاً في المدن والمناطق الساحلية. الثروة السمكية واحدة من أهم الثروات الطبيعية وأهم مصادر الدخل القومي في اليمن. المخزون السمكي لليمن يسمح باصطياد قرابة 400,000 طن من الأسماك سنوياً دون أن يؤثر ذلك على الحياة البحرية. ومع ذلك فإن الاستثمار في هذا المجال لا يزال محدوداً جداً، إلا من صيادين وبحارة يفرون إلى البحر من قسوة اليابسة بحثاً عن الرزق والسعة. والله طموحي إن أنا أوسع شغلي وتزوج وبني عائلة، إن شاء الله يكون هو مصدر دخل للبحر وكذا، وأخذ هوري وسع شغل، أخذ حاجات بحد مشاريع أقدم وما إلى ذلك. وهو ما يفعله هؤلاء الشباب بصبر وقوة تحمل، كما يفعل أقرانهم وكما فعل أسلافهم من قبل. حيث تسافر السواقي إلى البحر ثمة قصص تنبت مع أمواجه وتذهب معها. معركة يخوضها الصيادون كل يوم، لكنهم لم ينكسروا، ما يزال يحدوهم الأمل. البحارة اليسع ورفاقه ها هم يعودون ليحكوا القصة الأخيرة للبحر، محملين برزق جاد به، والبحر زاخر
وكريم. البحر والبحار ثنائية يمنية قديمة، ومع ذلك لا يزال الصيد البحري في اليمن من المهن البسيطة. خاض هؤلاء الشباب معركتهم منفردين مع البحر من أجل الرزق واستقلال الدخل. والشباب اليمني من أكثر شباب العالم كفاحاً في السلم والحرب نتيجة أمور كثيرة، أبرزها غياب مشاريع الدولة لإنهاء الفقر والبطالة. لكن ما هو أهم اليوم؟ وماذا يملك اليمن من فرص متاحة ليتحول الصيد من حرفة للشباب والمجتمعات الساحلية إلى مصدر رئيسي للدخل القومي؟ ماذا لدينا؟ شريط ساحلي يمتد لأكثر من 2000 كيلومتر من حدود عمان شرقاً حتى حدود السعودية في أقصى الغرب. تتوزع على هذا الشريط الساحلي المبهر 9 محافظات، أي أن نصف المحافظات اليمنية هي محافظات ساحلية، منها 6 محافظات على سواحل خليج عدن وبحر العرب، وثلاث محافظات على البحر الأحمر. هل تعرفون كم نمتلك من الجزر؟ الجزر أكثر من 180 جزيرة في اليمن. نحن لا تنقصنا الثروات ولا العقول، لكن ينقصنا الدولة. يوجد في المياه الإقليمية اليمنية أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى، مما يؤهلها لأن تكون دولة رئيسية في إنتاج الأسماك في المنطقة. تركنا هذا الأمر دون استراتيجية ودون استغلال أمثل، وحصرنا الاصطياد كمصدر دخل محدود للأسر والمجتمعات الساحلية. نستطيع القول أننا قبل أن نكون بلداً زراعياً أو تجارياً، نحن بلد ساحلي، بلد يجب إعادة ترتيب أولوياته وفق إمكانياته وفرصه الاستثمارية. مشاهدينا الكرام، إذن تابعتم تفاصيل قصة اليوم وكانت من محافظة عدن، ولابد من التركيز في تفاصيل هذه القصة حتى تتمكنوا من معرفة الإجابة الصحيحة عن سؤال حلقة اليوم. وإليكم سؤال الحلقة 11. السؤال يقول: كم طن يمكن اصطياده من المخزون السمكي لليمن سنويا؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 400,000 طن، الاختيار الثاني 40,000 طن، الاختيار الثالث 4,000 طن. أذكر مشاهدينا الكرام بأنه عليكم اختيار رقم الإجابة الصحيحة فقط وإرسالها على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج، فقط رقم الإجابة الصحيحة دون كتابة أي شيء، إما رقم 1 أو 2 أو 3. أعيد وأذكر بسؤال الحلقة اليوم، والسؤال يقول: كم طن يمكن اصطياده من المخزون السمكي لليمن سنويا؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 400,000 طن، الاختيار الثاني 40,000 طن، الاختيار الثالث 4,000 طن. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى الفقرة الأخيرة في حلقة هذا المساء، وهي فقرة إعلان الأرقام الفائزة واختيارهم بشكل عشوائي أمامكم. ومقدار الجائزة هي 3 جوائز مالية، قيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. قصة الأمس كانت بعنوان عزلة المصبح في ريمة، حياة على الهامش. انتقل فيها برنامج حيث الإنسان إلى محافظة ريمة، والتي تفتقر لأبسط مقومات الخدمات والرعاية الصحية، للمساهمة في توفير معدات ومستلزمات صحية وأدوية للوحدة الصحية هناك. وكان السؤال يقول: كم عدد سكان عزلة المصبح في محافظة ريمة؟ والاختيارات الثلاثة كانت 10,000 نسمة الاختيار الأول، الاختيار الثاني 14,000 نسمة، وكان الاختيار والإجابة الصحيحة طبعا، والاختيار الثالث 24,000 نسمة. إذن مبروك مقدما لمن سيفوز معنا، وسنختارهم بشكل عشوائي للثلاثة الفائزين، ومبروك بشكل عام أيضا لمن اختاروا الاختيار الثاني لأنه كانت الإجابة الصحيحة. أذكر فقط للمشاركة بشكل سليم معنا في المسابقة، فقط أرسلوا رقم الإجابة فقط. الآن سنقوم باختيار الفائز معنا في حلقة
عن سؤال حلقة الأمس، وأذكر بأنه طريقة المشاركة فقط لا تتطلب سوى إرسال رقم الإجابة فقط دون ذكر أي تفاصيل، لا حروف ولا أرقام ولا كلمات مطلوب للمشاركة معنا في المسابقة. إذن مشاهدينا الكرام، الآن سنقوم معكم باختيار الفائزين الثلاثة بشكل عشوائي، وبسم الله سنختار الفائز الأول. إذن مبروك للفائز الأول، وهو صاحب الرقم 00967730139. مبروك 100,000 ريال إذن لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة. والآن نختار الفائز الثاني، وأيضا قيمة الجائزة 100,000 ريال يمني، ونحن نقوم باختيار الأرقام بشكل عشوائي، لا نعرف من أي محافظة أو أي مدينة وما اسم المشترك حتى. ومبروك إذن للفائز صاحب الرقم 00967773704862. مبروك إذن لصاحب الرقم 100,000 ريال، وأيضا هناك 100,000 ثالثة لصاحب الرقم، نختاره الآن بشكل عشوائي. مبروك للفائز الثالث معنا في حلقة اليوم، وقيمة الجائزة 100,000 ريال، والرقم 00967774009887. إذن مبروك للفائزين الثلاثة والذين اخترناهم معكم بشكل عشوائي، وأجابوا على سؤال حلقة الأمس بشكل صحيح، وكانت الاختيار الثاني. ما زالت لديكم الكثير من الفرص يوميا معنا في برنامج حيث الإنسان للفوز معنا بجوائز البرنامج المالية، وهي تكون طبعا إجابة السؤال من القصص التي تعرض في البرنامج. أذكر بأننا نقوم بالتواصل أيضا مع الفائزين عقب انتهاء هذه الحلقة للتعرف على تفاصيلهم، أسمائهم ومن أي محافظات، حتى نتمكن من إرسال الجوائز المالية. الآن بشكل أخير أذكر بالثلاثة الأرقام الفائزة وستظهر معكم على الشاشة الآن. إذن مشاهدينا الكرام، أتمنى لكم حظ سعيد للفوز معنا بجوائز سؤال حلقة اليوم، وأيضا ما تبقى من حلقات في شهر رمضان من برنامج حيث الإنسان. فقط أرسلوا رقم الإجابة الصحيحة. والآن بشكل أخير أذكركم بسؤال حلقة اليوم، والسؤال يقول: كم طن يمكن اصطياده من المخزون السمكي لليمن سنويا؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 400,000 طن، الاختيار الثاني 40,000 طن، والاختيار الثالث 4,000 طن. فقط أرسلوا رقم الإجابة الصحيحة، إما 1 أو 2 أو 3، تدخلوا معنا في السحب. نلقاكم غدا وحلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان. صوم مقبول وذم مقبول في أمان الله.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.